نفسك ان انتي توحشيه، نفسك ان هو يبقى مجنون بيكي، يبقى عمال يجري وراكي، يبقى عمال يقولك كلام حب. بس قوليلي كده، فكري فيها بالعقل، الانسان بيوحشه الانسان او الحاجة اللي هو وحشاه امتى؟ يا ترى ليه فقد اهتمامه بيكي فجأة ومعاملته اتغيرت معاكي للعكس تماما، وبدل ما هو اللي كان بيجري وراكي دلوقتي انت اللي بتجري وراه ومش لاقيه منه ذره اهتمام. في الفيديو ده انا هقولك ليه هو غير تعامله معاكي، بس عاوز اقولك قبل ما ابدا ان الفيديو ده هيوجه لك اسئله كتير جدا هتواجهك بنفسك في حتت انت ممكن تكوني مش مستعده تواجهي نفسك فيها، فلو انت مش مستعده كملي سكرولينج، ولو انت لسه معايا يلا بقى دلوقتي ندخل في الموضوع على طول. كان في بنت ناجحة وجميلة اتعرفت على شخص في الشغل. الشخص ده في الأول طبعا كان بيتعامل معاها على أساس ان هو زميل وأخ، ومع الوقت ابتدت تحس ان الإنسان ده داخل في يومها بشكل كبير جدا وابتدت تعتمد عليه في حاجات كتيرة جدا، وهو كان دايما دايما قبل ما حتى تطلب كان يبادر بعرض المساعدة عليها في حاجات هي فعلا محتاجة مساعدة فيها. يوم ورا يوم، أسبوع ورا أسبوع، شهر ورا شهر، ما بقاش يعدي يوم غير لما يكون في تعامل بينهم طبعا وكلام في الشغل وبعد الشغل. طبعا البنت مع الوقت ابتدت تحس بمشاعر قوية ناحية هذا الشخص، بس كانت بتقول لنفسها هو مش أكتر من أخ أو صديق، لحد ما جه اليوم اللي اعترف لها فيه إن هو عنده مشاعر أكتر من صديق أو أخ. بس المصيبة إن الشخص ده متجوز. طبعا البنت من البداية ما كانتش بتفكر فيه علشان الحتة دي، ولكن للأسف عشان خاطر هي ابتدت تحس انها متعلقة بيه ابتدت تحس انه ليه لأ، وخصوصا ان هو قال لي ان هو مش سعيد في جوازه وان هو بائس وتعيس. طبعا زي في العادي لما بيكون في حد عاوز يدخل في علاقة جديدة وهو اوريدي لسه في علاقة ما خلصتش لازم يقولك ان العلاقة دي متحطمة تماما ومفيش منها اي امل، مش هيقولك يعني ان كل حاجة ماشية تمام وان ممكن كمان يكون في بيبي جاي في الطريق. المهم البنت للأسف عاشت في الدور وابتدت انها تتكلم معاه وتكمل معاه في الجو ده على اساس ان هو ماشي في اجراءات الانفصال عن الانسان اللي هو معاها دلوقتي، وان هي بس مش اكتر من مسألة وقت لحد ما كل ده يخلص وان شاء الله هيتقدم لها بعد كده. اللي حصل انه الموضوع طول ودخل في اكتر من سنة، والبنت ابتدت تتخنق وابتدت تحس انها رابطة نفسها بانسان هي مش عارفة فعلا اذا كان هو بيقولها الحقيقة ولا بيكذب عليها. المشكلة الكبيرة ان الادلة كانت ضده والواقع والمنطق كان ضده، ولكن للأسف ما قدرتش تتخذ خطوة واحدة بس في اتجاه مصلحتها وفضلت قاعدة معاه الى ان جه اليوم الموعود، اليوم اللي مراته شافت رسالة من البنت دي وهو نايم، وطبعا قدرت توصل لها وادتها شاور محترم وقالت لها ابعدي عن جوزي عشان انتي انسانة مش محترمة وعايزة تهدمي بيتي وجوزي بيحبني. وطبعا كان رد فعل الراجل ده لما الموضوع ده اتعرف ان هو قال لها احنا نبعد عن بعض دلوقتي وما نكلمش بعض، لكن صدقيني اول ما خلص موضوعي هرجع لك على طول، وعمل لها بلوك من كل حتة. تخيلوا معايا كده الوهلة، احساس انسانة بتروحي الشغل كل يوم بتشوف شخص كانت بتحلم انها تتجوزه فجأة عمل لها بلوك من كل حتة إلا إن هو بيشوف وشها في الشغل، يمكن لو كان قدر يعمل بلوك دي كمان كان عمل لها بلوك، ومع ذلك لسه بتقول لنفسها هو اتغير معايا ليه؟ أنا اديته ثقتي، أنا اديته حبي، أنا صبرت معاه، أنا فهمته، أنا صدقته، طب هو بيعمل معايا كده ليه؟ أنا هقولك بيعمل معاك كده ليه؟ مبدئيا مش لازم تكوني دخلت في قصة زي اللي أنا حكيتها دلوقتي دي علشان الراجل اللي في حياتك يغير معاملته معاكي، بس لازم تكوني حققتي حاجة من الحاجات اللي أنا هذكرها دلوقتي، وهي بتنطبق على أي علاقة البنت بتلاقي نفسها فيها فجأة مع واحد غير معاملته معاها تماما، وبدل ما هو اللي كان عاوزها وكان بيجري وراها وممكن يعمل عشانها أي حاجة فجأة ما بقاش مستعد يعمل عشانها الولا حاجة. أنا عاوزاكي تسألي نفسك سؤال بصراحة وتعتبر أن أنت واقفة قدام مرايتك، ممكن تقوليلي إيه جذاب في إنسان أو إنسانة متطلبة متطلبة جدا جدا جدا، وخصوصا في حاجة المفروض ان هي تكون شبعانة فيها من نفسها وبنفسها، وهي مسألة الاهتمام الحب. والمشكلة هنا ان انت عاوزاه من اي حد تحت اي ظرف،
حتى لو كانت الظروف دي انت كنت رفضاها رفضا باتا، بس بمجرد ما انت تلاقي اي بني ادم يديك الحاجه دي مع الوقت بتضعفي وبتنسي خالص كل شروطك وكل الحاجات اللي انت كنت مستحيل تعمليها في حياتك. قوليلي بس واعترفي لي كده بينك وبين نفسك، ايه اللي جذاب في انسانه كانت حالفه على نفسها ما تتجوز او ترتبط غير بانسان زيه زيها بالظبط، انسان سنجل مفيش في حياته حد، فجاه ترضى انها تبقى مع انسان مرتبط بواحده تانية وموضوعه اصلا مش خلصان معاها. الانسان اللي في حياتك اللي فجاه اتغير من ناحيتك، انت مش بس وقفتي في مكانك وقلت خلاص طالما اتغير معايا انا كمان هتغير، لا انت جريتي وراه وترجتيه يرجع يكلمك ويهتم بيك زي الاول، وبقيتي قاعده بين المسج والمسج والمكالمه والمكالمه مستنيه ان هو يبعت لك رساله او يكلمك، ولما بيكلمك كنت تقعدي تشتكي له قد ايه الموضوع ده مأثر عليكي والموضوع ده خانقك ومأثر على سعادتك، وبالتالي طبعا بيحس ان انت ما عندكيش حياه اصلا وانك معتمده عليه اعتماد كلي، وبالتالي لو حتى حطك كده على الرف 90 يوم هيرجع ليكي زي ما انت. المشكله يروح قلبي ان انت لما حتى بتبعتي له رساله او تتصلي بيه وما يردش عليكي ما بتقوليش خلاص خلي عادي مشغول انا كمان مشغوله، مش عاوزني انا كمان مش عاوزاه، عادي انا كمان عندي حياه، لا بتحطي ايدك على خدك وتعيطي وتقعدي تنتفضي في مكانك ومودك يبوظ ويومك يبوظ الى ان تشوفي منه تن النوتيفيكيشن ان هو بعت لك رساله او بيكلمك على التليفون. مشكلتك الاساسيه يا حبيبه قلبي بتتلخص في حاجه واحده بس، وهي ان انت بتكرهي وحدتك، بتكرهي انك تكوني مع نفسك، ما تعرفيش يعني ايه ان انت تقعدي مع نفسك تتنفسي الهواء الطلق مع نفسك وتحسي بسلام مع نفسك ان انت سعيده وموجوده على هذا الكوكب لسبب يعلمه الله واللي المفروض تكون انت عندك ولو حتى فكره صغيره عنه. ايه السبب اللي ربنا مخليكي عايشه على الكوكب لحد اللحظه اللي انت بتشوفي فيها الفيديو ده؟ اكيد مش السبب هو ان انت تكوني في علاقه مع هذا الشخص اللي مهملك ومش مديكي اي اهتمام، اكيد في سبب اهم من ده. انت نفسك ان انت توحشيه، نفسك ان هو يبقى مجنون بيكي، يبقى عمال يجري وراكي، يبقى عمال يقول لك كلام حب. بس قوليلي كده فكري فيها بالعقل، الانسان بيوحشوا الانسان او الحاجه اللي هو وحشاه امتى؟ لما الحاجه دي بتختفي. زي بالظبط انت دلوقتي هو وحشك وانت مفتقداه، ليه؟ عشان هو مختفي، عشان هو تواجده قليل جدا، اصبحتي مدمنه، اصبحتي لما يديكي مسج او رساله او يشوفك حاجه واو، لان هو عامل من نفسه حاجه نادره. طب انت ليه ما تديهوش نفس المعامله؟ ليه ما تعمليش نفس الحاجه؟ ليه ما تقلليش اهتمامك بيه زي ما هو مقلل اهتمامه بيكي وتشوفي هيحصل ايه؟ واقول لك من دلوقتي مضمونه ان انت لو عملتيه بنفس المعامله وسحبتي نفسك هتوحشيه وهيفتقدك وهيدور عليكي، بس المشكله ان انت ما بتعرفيش تستمري اصلا على الموضوع ده وبتتظاهري بالموضوع ده وبتعمليه مصطنع، المفروض يكون طبيعي ان انت فعلا مشغوله وعندك حياه وما خدتيش بالك اصلا ان هو ما بعتلكيش حاجه، وما بتعتمديش كمان على الحاجات اللي هي قليلة الجودة وقليلة المجهود زي رسالة أو اتصال إنها مقياس لحبه ليكي وللمستقبل اللي هو بيفكر فيه معاكي. الحاجات دي أصلا المجهود اللي بتتطلبه فتافيت وحاجات عبيطة جدا ومش مقياس للحب. المفروض إن أنت تقضي وقتك أكتر في إن أنت تعيش حياة حقيقية وتدفعيه نحو إن هو يعمل حاجات حقيقية ومجهود حقيقي عشان يكون معاكي. 99% من البنات والستات اللي بيجولي بالمشكلة دي هم ناس ناجحين جدا في كل نواحي حياتهم وخصوصا شغلهم وخصوصا حاجتين كده يقعدوا يتكلموا عنهم، انا عارفه ان انا جميله وانا ناجحه في شغلي. طيب المشكله بقى ان الحاجتين دول ما لهمش علاقه خالص بنجاحك في حياتك العاطفيه، لانه اجمل جميله لو ما عندهاش ثقه في نفسها وما عندهاش استحقاق وعندها قيمه ذاتيه عاليه هتاخد فتافيت وهتبقى مبسوطه بيها ويرثى بيها الحال انها تبقى اقل من اقل واحده. اما نجاحك في شغلك ما لهوش اي علاقه بنجاحك في علاقاتك العاطفية، لأنه نجاحك في شغلك هو تاسكات بتعمليها أو مهام بتعمليها مقابل سالري أو مرتب بتاخديه في آخر الشهر، واحد زائد واحد بيساوي اتنين، في قوانين بتحكمه، لكن العلاقات مفيش قوانين بتحكمها، وخصوصا لو انت شخصيتك ضعيفة وما عندكيش حدود وما عندكيش احترام لذاتك. يعني من الآخر بيبقى عندك توقعات وبيبقى عندك حاجات معينة ما بتتنازليش عنها المفروض يعني، بس بمجرد ما بتدخلي في علاقة بتفضلي تتنازلي عن حاجة ورا التانية لمجرد ان انت تفضلي في علاقة وما تبقيش لوحدك. لو انت وصلت معايا لحد هنا يبقى انت عندك استعداد تواجهي نفسك بالحقيقة،
ما مشيتيش من نص الفيديو وقلتي ان انا بقول اي كلام وخلاص. وعشان كده انا عندي ليكي مكافاه. اولها ان انا انصحك ان انت تتفرجي على الفيديوهات اللي هتظهر لك هنا على شكل مقترحات. الحاجه الثانيه ان انت تحملي الاداه المجانيه بتاعه التامل الذاتي عشان تكتشفي ذاتك وتعرفي قيمه ذاتك الحقيقيه. هتلاقي اللينك بتاعها في الكورسات اللي موجوده في التعليقات. وطبعا الحاجه الاخيره اللي انصحك بيها لو انت عايزه تاخدي ثقتك بنفسك وقيمه استحقاقك للليفل اللي بعد كده، اكتشف الكورسات اللي انا عملتها لك عشان تساعدك ان انت ترفعي استحقاقك اللي موجوده برضو في التعليقات. ولو انت حابه تتكلمي معايا بشكل شخصي في مشكلتك، لينك التواصل معايا هيكون موجود برضو في التعليقات. لو عجبك الفيديو لايك وشير مع كل الناس اللي انت عارفه ان هم يستفيدوا من الفيديو ده، وطبعا اشتراك وفولو لو انت حابه تشوف فيديوهاتي في المستقبل. وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.